وهذا الموقف ليس بجديد، هذا الموقف يؤكد بأن المرجعية في النجف الأشرف وسماحة السيد مقتدى الصدر على خط إيماني واحد وعلى رؤية وطنية لكل العراقيين، وهي رؤية واحدة، وهو تأكيد على دعمهم لثورتهم المباركة ضد الإصلاح أو مع الإصلاح ضد الفاسدين. ولهذا أؤكد بأن هناك مواقف كثيرة أكدت فيها المرجعية هذا الموقف، راح أذكركم بواحد منها. سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي اتحدث بشكل واضح في واحدة من خطب المرجعية وأكد بأن على العراقيين أن يفهموا ويعوا جوهر ثورة الإمام الحسين عليه السلام من أجل الإصلاح. وموقف العراقيين سيكون عبر ثورة تعيد إلى كل الشعب أهمية أن نحارب الفاسدين كما كنا نحارب الإرهابيين والدواعش. بل لمن يستمع إلى خطبة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي هو يقول بأن مواجهة الفاسدين بثورة شعبية يشبه الجهاد الكفائي، يعني فتوى وحدة، يعني فتوى وحدة، ما يحتاج واحد يطلع يقول خلي يطلع لنا السيد السيستاني بفتوى جديدة، لا، هي فتوى وحدة، فتوى مواجهة الإرهابيين، لأنه إش جاب الإرهاب، إش دخل الدواعش غير الفساد، فهي فتوى واحدة. رقم 6 الزب المخرج حتى يستمعون إليك. ما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، هذا واجب وأديه، وعليكم أيها الجماهير، أيها الشعب، أيها عامة الناس، يا من لكم الغيرة على دينكم ووطنكم، هذا كلامي يستبطن أنني أستنهضكم لأداء هذه المهمة وهذا الواجب. كما أن فتوى الدفاع الكفائي خرج الخواص وخرجت الجماهير وعموم الشعب، فأدوا هذا الواجب الكفائي، وكان ذلك قد سجل في التاريخ شاهدا إيمانيا تاريخيا عظيما على أن هؤلاء صادقون في انتمائهم وولائهم، وهؤلاء فهموا ووعوا حقيقة وجوهر القضية الحسينية، فخرجوا يجاهدون ويضحون بأنفسهم في سبيل حماية وطنهم ودينهم وأعراضهم ومقدساتهم. افهموا وعوا حقيقة وجوهر القضية الحسينية، أداء هذا الواجب في الإصلاح ومكافحة الفساد والنهي عن المنكر على مستوى بين قوسين الأداء الشعبي والجماهيري، قضية جوهرية في ثورة الإمام الحسين عليه السلام، إحياؤها بأن نفهم ونعي ونؤدي هذا الواجب في النهي عن المنكر، وأن يكون هناك صوت يصرخ في وجه المنكر والفجور والفسوق والفساد. بمعنى يا شباب أي صوت، ولهذا سماحة السيد مقتدى الصدر يقول كافي خل تسكت أصوات الفاسدين. ليش اليوم بالتغريدة قال؟ لأنه ما يطلع بعد صوت آخر يقول إنه المرجعية لها موقف مختلف عن موقف سماحة السيد. المرجعية في النجف الأشرف والمرجع الأعلى سماحة المرجع آية الله العظمى السيد علي الحسين السيستاني معكم، مع ثورتكم ضد الفاسدين، مع ثورة محرم الحرام مع عاشوراء.